2017 yılında İstanbul'da kurulan Elsevier Uniforms, üniforma ve iş elbiseleri imalatı yapıyor. Firma, üretimini yaptığı üniformaları Suudi Arabistan başta olmak üzere Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç ediyor. Biz de firma sahibi Suriyeli yatırımcı Eymen Eleissa'dan çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. أنا أيمن فواز العيسى مؤسس مجموعة السوار الدولية أسسنا الشركة في تركيا تقريبا من 4 سنوات ولدينا أيضا عمل في المملكة العربية السعودية نعمل في مجال الملابس المهنية ومستلزمات الأمن والسلامة يونيفورم نحن عندنا مصنع بتركيا يعمل بالملابس المهنية نصنع الملابس المهنية ونوردها إلى جميع دول العالم أهم هاي الدول يعني المملكة العربية السعودية الكويت ليبيا العراق والحمد لله الأمور موفقة وتوفقنا في العمل في تركيا الحمد لله رب العالمين. Eymen Eleissa konuşmasında Türkiye'ye yatırım yapmaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek kaliteli üretim yaptıklarını vurguluyor. في تركيا يعني يتوفر المناخ الملائم لأي مستثمر لأي صناعة كون المواد الأولية في تركيا ذات جودة عالية. المعدات أيضا ذات جودة عالية من ناحية المكنات من ناحية المعدات الصناعية جميعها يعني ذات جودة عالية فهذه الجودة تلعب دور كبير في أنه يكون المنتج أيضا ذو جودة عالية وراسمين خطة معينة إن شاء الله بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات استمرارية العمل في تركيا التوسع أكثر التصدير إلى دول أكثر الانتشار أكثر في دول العالم يعني إقامة عمل ناجح وأعتقد أن تركيا فيها مناخ ملائم لإقامة أي عمل ناجح. Eymen Eleissa konuşmasının sonunda Türk hükümetine ve Türk halkına Suriyeli yatırımcılara verdikleri destekten dolayı şükranlarını sunuyor. يعني أنا باسمي باسم كل المستثمرين الأجانب وخاصة السوريين نشكر الدولة التركية شعبا وحكومة على التسهيلات اللي قدمتها للمستثمرين على المساعدة اللي قدمتها لنا كمستثمرين سوريين خاصة واللي أدى إلى نجاح عملنا الحمد لله رب العالمين هو المعاملة اللي يعني ما في فرق بين السوري والتركي في التجارة في التعامل في الحكومة في الدوائر الحكومية ما في أي فرق بين السوري والتركي الحمد لله توفقنا في العمل ونشكر جميع من قدم لنا تسهيلات في الحكومة التركية لإنشاء الشركة اللي إحنا الآن بصدد تطويرها وتوسيعها ويعني إظهارها للعالم بشكل أكبر.